الرجال دائرين مثل ما البايت جوار بين كان نجتم كان البارك مول بايلي باولا اگر ہاں یہ اکاؤنٹ اس طرح ہو اکاؤنٹ نمبر 06 480 1025 4 0 2 8 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروٹ مارکیٹ سوپور ونس من تمام مسلمان پنن بائن خیر مقدم کران. تعمیر جامعہ مسجد ونکس کم چلان. اگر کم مسلمان بوئی اس یت مالی معاونت کر سہ ہے مالی معاونت کر اکاؤنٹ نمبر سہ بازت کر سور یت من سہ جمع ہے کر یا کھا یور تیر تشریف بن جامعہ مسجد بمائیں سہ ہے پن یت مالی معاونت کر اکاؤنٹ نمبر فل ڈیٹیل آس ڈسکرپشنس من سوری دت اس مالی معاونت کر سہ ہے آرام سان کر بابرکت ریتس من اکس روپیے ہند اکس روپیے دہن ثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن